بشرى سارة تلك التي أعلنت عنها شبكة قنوات بي إن سبور القطرية بعد أن أكدت في بلاغ أذاعته بقناتها الإخبارية المفتوحة أنها ستنقل 22 مباراة من بطولة كأس العالم روسيا 2018 مجانا على قنواتها المفتوحة. وأكدت القناة الرياضية المتخصصة في نقل الشأن الرياضي أنها قررت أن تمنح المشاهدين العرب فرصة تتبع مباريات منتخباتهم ومباريات المونديال عموما بشكل مجاني عبر نقل 22 مباراة من مجموع 64 على شبكة قنواتها الرياضية. وأكدت مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت أن 22 مباراة من كأس العالم روسيا 2018 ستكون منقولة مجانا ومنها مباريات المنتخبات العربية خاصة منتخبات دول شمال إفريقيا في إشارة منها للمغرب وتونس ومصر. وقررت بي إن سبورت نقل المباريات السالفة الذكر مجانا بقنواتها المفتوحة فقط وحصريا على قمر سهيل سات فضلا على مباراة الافتتاح ونصف النهائي والنهائي.